هنتكلم دلوقتي عن آخر مسألتين في محاضرة الـ Directional Control Valve. نبدأ بأول مسألة اللي هي بتورينا الـ Series Connection between two cylinders. يعني إيه الكلام ده؟ أنا عندي دلوقتي في الهيدروليك سيركت، لو أنا عندي أكتر من سيلندر، يا إما الـ two cylinders دول يكونوا متوصلين مع بعض سيريز، يكونوا متوصلين إيه؟ بارلل. أنا كنت ناوي أشرحها السكشن اللي فات، بس بما إن في مسألة عليها في المحاضرة يبقى خلاص نبدأ فيها المرة دي. تمام، نتكلم عن السيريز. سيريز تايب يعني ايه سيريز؟ السيريز يعني الفلو اللي خارج من البمب ما بيتقسمش على التو سيلندرز. يعني الفلو اللي جاي من البمب هنا هتلاقيه داخل يخش على الدايركشن كنترول فالف ده ويروح للسيلندر الاولاني، وبعدين الفلو يروح خارج من السيلندر الاولانيه يروح داخل على ايه السيلندر الثانيه يحركها، وهكذا. ولو في سيلندر ثالثه ممكن برضك نفس الكلام. تمام، يعني الفكرة إن الفلو ما بيتقسمش، الفلو اللي داخل عليهم هو واحد. الفلو بيدخل على السلندر الأولانية حركها، وحركة السلندر دي، حركة السلندر دي بتخلي الفلويد اللي الناحية التانية من السلندر يتزق. تمام، يتزق ويروح ماشي وداخل على السلندر التانية، يروح برضك زقيها أو محركها مخليها تعمل الاستروك بتاعها، وبعد ما يخلص الفلويد يرجع إيه التانك تاني. تمام، ده السيريس تايب. تمام، طيب البارلل تايب شكله عامل ازاي؟ اوريكم شكله من المحاضرة الجاية. اهو هنا زي ما انتم شايفين الفلو بيجي من البمب هنا بيتقسم على السلندرز الموجودة عندي، في شوية بيروحوا هنا وشوية بيروحوا هنا. تمام، بس عندي هنا فالف ما يخليش السلندر دي تشتغل او الفلو يروح للسلندر دي الا عند بريشر معين. ده الفالف ده بنسميه سيكونس فالف، ده هناخده ان شاء الله في البريشر كنترول فالفز. تمام، ده بيخلي لي اشغل السيلندرز ان سيكونس، يعني مش الاتنين يشتغلوا مع بعض، لا انا عايز اشغل السيلندر دي وبعدين اشغل السيلندر دي. فالفلو يخرج من البامب، تمام، يروح يشغل السيلندر دي والضغط، وهنا في فلو جاي عمال يجي من البامب بس ايه ما بيعديش في البريشر كنترول فالف، ففي بيحصل هنا بريشر بيلد اب، البريشر يعلى ولحد ما يوصل لقيمه معينه الفالف ده بيفتح. تمام، يعني الفالف ده بيبقى ايه؟ بيبقى اوبن وبيبتدي يوصل الفلو للسلندر التاني عشان تشتغل. فاهمين قصدي؟ يعني بخلي السلندر او بخلي سلندر تشتغل، وبعدين بعدها بفتره سلندر تانيه ايه تشتغل. فاهمين؟ ده في حاله ايه البارالل كونكشن، وهنتكلم ان شاء الله عن الفالفز دي بالتفصيل السكشن الجاي. بس خلينا في المساله اللي معانا في المحاضره نشوف ايه اللي موجود فيه. ده عندنا هو دايركشنال كنترول فالف 4 على 3. ليه؟ لانه 4 بورتس. تمام، 1 2 3 4. تمام، و 3 بوزيشنز. طب ايه نوع الاكتويشن بتاعه؟ سولونويد او الكتريكال اكتويتد او سولونويد اكتويتد. طب بيرجع للنورمال بوزيشن ازاي؟ بالسبرينج، يبقى اسمه ايه؟ سبرينج سنترد. وايه نوع السنتر بتاعه؟ تندم. تمام، لانه ايه بيدخل على الدايركشنال كنترول فالف ويروح خارج على طول، وهنا كذلك برضك نفس الكلام. تمام، نشوف بقى ايه المعطيات اللي معانا في المساله. عندنا السلندر الاولانيه، السلندر دي هنسميها ايه؟ سلندر واحد، ودي سلندر اتنين. السلندر واحد الدي بيستون بتاعه، الدي بيستون هيد 50 سنتيمتر، الدي رود بتاعها 20 سنتيمتر، الستروك 100 سنتيمتر. تمام، والاف لود بتاعتها 20 طن. طب احنا مش قلنا 20 طن دي وحده ماس؟ بس هنا في المساله، في المساله دي ممكن نعتبرها انها وحده فورس عادي. تمام، بس مش هتبقى 20 بقى طن او 20 نيوتن، لا هتبقى 20 كيلو نيوتن. فاهمين قصدي؟ عشان ده طن، الطن 1000 كيلو، فعشان كده دي هنعتبرها 20 كيلو نيوتن. لو كان اللود راسي كنا هنجيب الويت بتاعه ونعتبر ان هو ده الاف لود، بس هنا اللود ايه؟ هوريزونتال، فبالتالي هعتبر ان ال 20 طن دي هي 20 كيلو نيوتن عشان اعرف احل الايه المساله. وكذلك هنا بردك 30 طن بردك، دي هعتبرها ايه؟ دي الاف لود 2 اللي على السلندر 2 بتساوي كام؟ 30 كيلو نيوتن. ومعانا الكيو ديليفري او الكيو بامب او الكيو اكشوال بتاعت البامب 30 لتر بير مينت. تمام، عندنا البريشر الناحيه دي بنسميه بي 1، البريشر الناحيه دي بنسميه بي 2، البريشر الناحيه دي من السلندر الثانية نسميه بي 3، البريشر الناحية دي نسميه ايه؟ بي 4. تمام، احنا بقى سمينا الكيوهات، الكيوهات اللي هو ايه؟ الفلو ريت.
اللي في الحتة دي من أول سلندر سميناها كيو كابيتال واحد، والناحية دي في السلندر الأولانية سميناها كيو سمول اتنين، كمية الفلو اللي هي هنا أهو اللي في الناحية دي من السلندر. احنا قلنا ناحية البيستون هيد بنخليها كابيتال، وناحية البيستون رود أو الأريا أنالوس بنسميها سمول، بنسميها سمول، عشان كده سميناها كيو اتنين سمول. ممكن تسميها أي حاجة بس أنا بقول لكم إيه عشان ما تلخبطوش. تمام، هنا برضك ناحية الأريا أنالوس يبقى نسميها إيه، كيو سمول تلاتة. هنا ناحية الأريا بيستون نسميها إيه، كيو كابيتال أربعة. تمام، كتبنا أول حاجة الإيه المعطيات بتاعتنا، الدي بور واحد اللي هو الدي بور أو الدي بيستون هيد بخمسين سنتيمتر اللي هي نص متر. تمام، ومعانا الدي رود واحد زي ما قلنا عشرين سنتيمتر اللي هي 0.2 متر، ومعانا الاستروك الأولاني 100 سنتيمتر اللي هو إيه 1 متر، ومعانا الإف لود واحد 20 طن اللي هي إيه اعتبرناها إحنا 20 كيلو نيوتن. تمام، معايا الدي بور اتنين أهو نفس الكلام اللي إحنا نفس المعطيات اللي إحنا كتبناها في السلندر الأولانية عندي في السلندر التانية، الدي بور الدي رود الاستروك الإف لود اتنين. تمام، ومعايا الكيو بامب 30 لتر بير مينيت، وجبناها بردك إيه بالمتريك يونت عشان لو هنستخدمها مع فيلوستي أو حاجة. نسمي الله كده إيه ونشوف واحدة واحدة. أول حاجة إيه أول مطلوب عندنا، بيقول لي عايز البي واحد والبي اتنين if سي واحد is activated. فين سي واحد؟ أهو السي واحد. يقول لي لو أنا عندي السي واحد ده activated يعني لو السولونويد ده البوزيشن ده هو اللي بقى in action، يعني البوزيشن ده هو اللي بقى شغال عندي في الدايره، عملت اكتويشن فبالتالي البوزيشن ده هو اللي بقى شغال مش النورمال بوزيشن اللي موجود في الرسمه كده. ايه اللي هيحصل؟ هو عايز بي واحد وبي اتنين لو سي واحد از اكتويتد. قال لك سي واحد بس از اكتويتد، طب ما سي واحد بس از اكتويتد ده معناها ان الفلو هيمشي هيخرج من البمب، هيمشي هيروح فين؟ هيدخل جوه ايه، هيمشي في السهم كده اهوت ويدخل على اول سلندر. تمام، وكميه الزيت اللي هي في ناحيه الاريا انولس من السلندر هتخرج، تمام هتخرج من هنا اهو من الجزء ده وتمشي في الاوتليت بورت وتروح رايحه فين؟ رايحه على طول على التانك، يعني كانه لغى السلندر التانيه خالص، مفيش اكتويشن حصل في السلندر التانيه في الدايركشن كنترول فالف التاني. فبالتالي انا كان عندي ايه السلندر الاولانيه بس هي اللي شغال، الفلو هيخش فيها والسائل اللي في ناحيه الاني انالوس لما تعمل اكستنشن هيرجع ايه التانك على طول. تمام، يبقى انا كده كان ايه عندي السلندر واحد بس اللي شغال اهو، وين سي واحد از اكتيفيتد زي ما قلنا اونلي سلندر واحد هتعمل ايه، هتعمل اكستنشن، انما سلندر 2 ولا كانها شغال عشان مفيش اكتيفيشن حصل فيها النورمال بوزيشن. تمام. طيب هنعمل ايه فورس بالانس اول حاجه على البيستون بتاع السلندر واحد، نشوف ايه القوه اللي عليه، ايه القوه اللي بتاثر عليه لما اعمل اكتويشن للسي واحد. هنا من الناحيه دي هيبقى عندي ايه بي واحد في الاريا بور واحد. تمام، طب ايه القوه اللي بتاثر الناحيه الثانيه او ناحيه الاريا انيولس؟ هتبقى عندي البريشر بتاع الزيت اللي هنا، تمام، في الاريا انيولس اللي هي اريا بور ناقص الاريا رود، تمام، ناقص ايه بقى، في فورس كمان اللي هي ايه الاف لود. اتفقنا الاف لود دايما بتاكت عكس اتجاه الحركه، طب الحركه ماشيه ازاي؟ هي اللي بالسهم الاخضر ده هتعمل اكستنشن، يبقى الاف لود ايه عكسها. تمام، يبقى دي كل القوه اللي بتاثر على البيستون بتاع السلندر الاولاني. تمام، يبقى نعمل معادله بتاعت ايه، بتاعت القوه اللي على البيستون ده اللي هي بي واحد في الاريا بور واحد ناقص الاف لود واحد ناقص البي 2 في الاريا ايه انيلس. تمام، انا معايا ايه، انا معايا الاريا بور واحد، تمام، ومعايا الاريا انيلس، ومعايا الاف لود، الاف لود اللي احنا اتفقنا اللي هي بكام، اف لود واحد اللي هي 20 كيلو نيوتن. تمام، طب انا كده مش عندي لا بي واحد ولا بي 2، بس ثانيه، هو مش كده البريشر بتاع الزيت او الفلويد اللي ناحيه الاريا انيلس دي احنا قلنا الزيت اللي هيبقى موجود هنا اهو هيخرج على التانك على طول؟ طب ما كده البريشر بتاعه يعتبر هو البريشر بتاع التانك، البريشر بتاع الزيت اللي هنا يبقى هو كانه هو البريشر بتاع التانك، طالما ما قالكش في باك بريشر، لما ما قالكش في باك بريشر في المساله خلاص، يبقى البي 2 هيساوي ايه البي تانك اللي هو رايح له على طول. تمام، طب البي 2 هتساوي البي تانك، البي تانك بيبقى اعتبره بايه، بصفر، هو ممكن يبقى بصفر او ممكن يبقى اقل من صفر كمان. تمام، احنا دايما بنخلي التانك ايه
لو احنا فاتحينه على الغلاف الجوي كده، لو التانك مفتوح هتلاقي البي تانك بتاعه صفر، لاننا بنحسب جيج بريشر، فبالتالي البي تانك هيبقى بصفر. ممكن في بعض الحالات بيبقى البي تانك بالسالب، بنديله ايه؟ بنديله بريشر بالسالب عشان اتاكد ان اللي داخل البمب ما فيهوش اي ايه، ما فيهوش اي هواء او حاجه. تمام، ما علينا من الكلام ده. يبقى احنا كده هنعتبر ان البي 2 هي البي بتاعت التانك على طول، يبقى البي 2 هتبقى بصفر، فهشيل الترم بتاع البي 2 ده كله، هتبقى لي ايه؟ البي 1 في الاريا بور 1 ناقص الاف ال 1 اللي هي بكام؟ ب 20 كيلو نيوتن. انا حطيتها 20 زي ما هي، يبقى البريشر اللي عندي هيطلع لي بالايه؟ بالكيلو باسكال. تمام، وهو في المساله عايزه بالبار ولا بالكيلو باسكال؟ ما حددش، فاحنا نجيبها له بالكيلو باسكال، وبعدين نقسم على 100 بقت بار. كده ايه اول مطلوب معاه؟ تمام. تاني مطلوب ايه؟ كده اول مطلوب عملناه. تاني مطلوب ايه؟ تاني مطلوب عايز البي 3، اف سي 3 از اكتيفيتد، يعني عايز البي 3 اللي هو البريشر بتاع الزيت اللي هنا، لو سي 3 بس هي اللي اكتيفيتد. تمام، طب اما سي 3 اكتيفيتد يبقى الفلويد او الزيت هيجي من البمب، هيعدي هيمر مرور الكرام على اول دايركشنال كنترول فالف، ويدخل على ايه؟ تاني دايركشنال كنترول فالف، يدخل ايه؟ يعمل ريتراكشن للسلندر. يبقى هيمشي كده اهوت، وهيخش في الاتجاه ده اهوت بتاع الدايركشنال كنترول فالف. تمام، عشان احنا عملنا اكتويشن لسي 3، وهيخش يحرك السلندر يخليها تعمل ريتراكشن. طب الزيت اللي هنا هيروح فين؟ هيمشي كده اهوت. تمام، وبعدين يروح راجع على التانك. ليه؟ لان لو يعني لو ركزتوا كده اهوت، مش نمسح ده، لو ركزتوا كده اهوت هتلاقي الزيت داخل على الدايركشن كنترول فالف، ولما البوزيشن ده يبقى هو ان اكشن او نعمل له اكتويشن، هتلاقي الزيت اللي هنا اهوت راجع على فين؟ راجع على التانك. تمام، فبالتالي ايه؟ ممكن نعتبر البي ار هو البي تانك، البي اسف 4 هو البي تانك، يعني بي 4 هتساوي البي تانك، هنعتبره ايه برضك؟ بزيرو، طالما ما قالكش في المساله ان في باك بريشر، او الزيت اللي هنا مش عامل باك بريشر على السيستم، فبنعتبره بي زيرو، نفس البريشر بتاع الايه؟ بتاع التانك. تمام، لانه متوصل على طول بالتانك. فبالتالي وطبعا السلندر الاولانيه مش معانا في الدنيا، يعني خلاص هو بالفلويد مفيش هنا اكتيفيشن للدايركشن كنترول فالف، فالفلويد هيخش يعدي عليها مرور الكرام كده ويخرج، هيعدي على الدايركشن كنترول فالف مرور الكرام ويخرج على طول. يعني هي نفس الحاله بتاعت المساله بتاعت المطلوب الاول، بس ايه؟ اتعكست. احنا دلوقتي كأن السلندر واحد بس اللي شغاله، والسلندر السلندر اتنين اسف بس هي اللي شغاله، والسلندر واحد ايه؟ مش معانا. تمام، اهو لما دلوقتي نعمل اكتويشن للسي 3، السي 3 احنا قلنا الزيت هيمشي كده اهوت، يخش يعمل ايه؟ ريتراكشن للسلندر 2، يبقى السلندر 2 بس هي اللي هتعمل ايه؟ ريتراكشن. تمام، طب ايه القوه اللي مؤثره على السلندر 2 او على البيستون بتاع السلندر 2؟ نشوف في البي 3 في الاريا انيلس بتاعت السلندر 2، تمام، وهنا البي 4 في الاريا بور بتاعت السلندر 2، وفي الاف لود اللي هي ايه؟ اعتبرناها بكام؟ اللي هي ب 30 طن، اللي احنا اعتبرناها 30 كيلو نيوتن. تمام؟ اهي فين؟ البي 3 في الاريا انيلس، ودي البي 4 في الاريا بور، والاف لود دايما زي ما قلنا ايه؟ بتاكتف عكس اتجاه الحركه. دلوقتي السلندر هتعمل ايه؟ هتعمل ريتراكشن، هتمشي كده اهو. تمام، يبقى الاف لود دايما عكسها، هتبقى في اتجاه ايه؟ اللي عكسها، تبقى في رايحه ناحيه الشمال كده. تمام، نعمل بقى فورس بالانس على البيستون بتاع السلندر 2. تمام، يبقى عندنا اول حاجه البي 3 في الاريا انلس 2 ناقص اف لود 2 ناقص البي 4 في الايه؟ في الاريا بور بتاع السلندر 2. تمام، احنا اتفقنا البي 4 هو البي تانك، لانه متوصل على طول بالتانك، وما قالناش في المساله ان هو بيعمل باك بريشر، فبالتالي هنشيل الترم ده خالص، ويبقى اتبقى معايا البي 3 في الاريا انرس اللي هي بقى على 4 دي بور سكوير ناقص الدي رود سكوير ناقص الاف رود 2 اللي هي كام؟ اللي هي 30 كيلو نيوتن. تمام، لو سبتها 30 كيلو نيوتن زي ما هي كده، يبقى البي 3 هتطلع لي بالكيلو باسكال، واقسمها على 100 احولها ايه؟ لبار. تمام، نخش على ثالث مطلوب. ثالث مطلوب احنا كان عملنا اول مطلوبين. تمام، تالت مطلوب عايز البي 1 اف سي 1 اند سي 3 ار اكتويتد. هنا بقى ايه؟ هنعمل اكتويشن للاثنين دايركشنال كنترول فالف، السي 1 والسي 3، يعني البوزيشن ده والبوزيشن ده
هيبقوا الاثنين ايه في الاكشن، الاثنين هيبقوا ان اكشن. الفلويد هيدخل على اول سلندر يحركها تمام، وبعدين يخرج منها يروح داخل على ايه السلندر الثانيه يخليها تعمل ريتراكشن تمام، ويخرج الزيت اللي محبوس الناحيه الثانيه هيخرج يرجع ايه التانك. تمام يا رجاله؟ تمام ماشي. طب كده لما نعمل اكتويشن للسي 1 والسي 3، السلندر 1 هتعمل ايه؟ هتعمل اكستنشن، هتتحرك كده اهو تمام، تتحرك كده اهو. طب والسلندر 3، السلندر 2 اسف، هتعمل ايه؟ هتعمل ريتراكشن، هتتحرك كده اهو، هتحرك كده اهو برضك، بس دي هتبقى ريتراكشن ستروك بقى. تمام تمام اهو. وان سي 1 ان سي 3 اكتويتد، سلندر 1 اكستندس، والسلندر 2 ايه ريتراكتس تمام. طب سلندر 1 اكستندس يبقى هي هي نفس الحاله الاولانيه ما فيهاش اي تغيير معايا، بس هنا بقى البي 2 مش هتبقى بي في زيرو، لانها ايه مش متوصله على التانك، مش خارجه على التانك على طول، لا دي خارجه وداخله على ايه، وداخله على السلندر الثاني. فبالتالي البي 1 البي 2 اسف مش هتبقى ايه بزيرو. تمام يا رجاله؟ نعمل الفورس اناليسيس على السلندر الاولانيه، هتديني هي نفس الحاله الاولانيه برضك، بس زي ما قلت لكم البي 2 هتبقى بقيمه مش بصفر. يبقى البي 1 في الاريا بور 1 ناقص الاف لود 1 تمام، ناقص البي 2 في الاريا انالس 1 هتديني ايه؟ زيرو. دي القوه المؤثره على السلندر بتاعت الايه؟ بتاعت السلندر الاولانيه في حاله الاكتويشن بتاع سي 1 تمام؟ تمام. ايه اللي معايا هنا في المساله؟ معايا زي ما قلنا الاريا بور باي على 4 دي بور سكوير، ومعايا الاريا ايه؟ انالس، اللي هي ايه؟ باي على 4 دي بور سكوير ناقص الدي رود سكوير. لا معايا لا البي 2 وانا معايا البي 1 تمام، فممكن اجيب البي 1 كمعادله او كفانكشن في الايه البي 2 واسيبها كده واسميها ايكويشن 1 اهو. البي 1 جبتها كفانكشن في البي 2 وسبتها كده اهو تمام. تمام اخش اعمل الفورس بالانس على السلندر 2، احنا قلنا السلندر 2 هتعمل اكستنشن ولا ريتراكشن؟ هتعمل ريتراكشن. طب ما هي ايه نفس الحاله برضك اللي هنا اهو، اللي هي بتاع التاني، بتاع التاني مطلوب، هي كده كده هتعمل ريتراكشن، فنفس القوه المؤثره هي هي ما اتغيرتش تمام. هنعمل فورس اناليسيز عليها، هتساوي ايه الفورس الاناليسيز؟ هتدينا ايه؟ هتدينا القوه المؤثره عليها. ايه القوه المؤثره عليها؟ هي البي 3 في الاريا انالس 2 ناقص الاف لود 2 تمام، ناقص البي 4 في الاريا بور 2 بتاع 2 دي اللي هي السلندر 2، كل ده هيساوي صفر تمام. نيجي نبص على الرسم. طب احنا دلوقتي لما نعمل اكتويشن للسي 3، طب ما البي 4 برضك لسه هتلاقيها ايه خارجه على التانك او متوصله بالتانك، فبالتالي هنعتبر برضك عادي ان بي 4 هي البي تانك، البي 4 هي البي تانك هتبقى ايه بصفر تمام، لانها متوصله على التانك على طول. فبالتالي ممكن الغي الترم بتاع البي 4 من المعادله واجيب الايه البي 3 تمام. انا معايا الاف لود 2 ومعايا الاريا انالس 2، مش هيبقى عندي مجهول البي 3 تمام. نرجع نبص ايه بردك للرسم. طب انا دلوقتي مش في الرسمه، لما السي 1 والسي 3 دول يبقوا ايه؟ يبقى معمول لهم اكتويشن، مش زي ما قلنا احنا الفلويد اللي الناحيه دي اللي هو البريشر بتاعه بي 2 هيخرج من السلندر دي ويدخل على السلندر دي. طيب مش ده كده كانه زيت محبوس جوه شكل ومفهوش لمس فلوريد ان ولا مس فلوريد اوت، يعني مفيش لمس فلوريد ان بيخش من الخارج، مفيش مس زيت بيخش من بره ولا زيت بيخرج لبره تمام، في انهي جزء اللي هو ما بين البي 2 والبي 3؟ يبقى ايه؟ يبقى البريشر بتاعي، البريشر بتاع الزيت في اي جزء منه يبقى ثابت ولا لا؟ يبقى ثابت اهو، باسكالز رول اللي احنا كنا ايه قلناه في اول سيكشن خالص، هو هنا نفس التطبيق بتاعه هتلاقوه في السير السيلندر. فبالتالي البي 2 هتساوي ايه البي 3؟ البي 2 هيبقى هو هو البي 3 تمام. طب مش احنا جبنا البي 3 بالفعل؟ خلاص يبقى انا كده معايا البي 2. طب مش انا كانت عندي البي 1 فانكشن في البي 2؟ اروح اعوض فيها وابقى كده جبت ايه البي 1 تمام. تمام ان شاء الله تمام. نشوف المطلوب الرابع. كده عملنا المطلوب التالت، المطلوب الرابع ايه؟ المطلوب الرابع اللي هنا بني او برتقالي، عايز البي 2 اف سي 2 اند سي 4 ار اكتويتد. تعالوا نبص،
لو عايز السي 2 تعالوا نمسح بس اللي احنا قلناه. لو انا عندي السي 2 والسي 4 هما ايه الاكتيفيتد، السي 2 اللي هو البوزيشن ده والسي 4 اللي هو البوزيشن ده، هي ممسوحة هنا بس ايه هو في المحاضرة ممسوحة برضه، بس هو ايه بس هو ده السي 4. فالمهم ده معناها ان التو بوزيشنز دول، التو بوزيشن بتوع الدايركشن كنترول فالف دول هما اللي ايه، هما اللي ان اكشن. فده معناها ايه؟ الفلويد هيمشي ازاي؟ الفلويد هيجي من البمب، هيدخل فين؟ هيدخل على ناحية الاريا انيولس بتاعت ايه؟ او هيمشي كده، هيدخل ناحية الاريا انيولس بتاعت السلندر الاولانية، تمام؟ يروح محركها مخليها عاملة ايه؟ ريتراكشن، تمام؟ والزيت اللي هنا اهوت هيروح رايح فين؟ هيروح رايح على السلندر الثاني، تمام؟ فكده السلندر الاولاني هتعمل ايه؟ هتعمل ريتراكشن، تمام. طب بعد ما يخش على ايه السلندر الثاني، قلنا البوزيشن ده هو اللي هيبقى ان اكشن، تعالوا نرسمها هنا على طول كده اهوت وايه كده اهو، تمام. يبقى احنا زي ما قلنا الفلويد اللي خرج من ناحية الاريا بور هنا هيروح فين؟ هيروح على السلندر التاني. هيروح فين في السلندر التاني؟ هيروح ناحية الاريا بور برضو، تمام؟ هيروح ناحية الاريا بور، يخليها تعمل ايه؟ يخليها تعمل اكستنشن في الناحية دي، هيخليها تعمل اكستنشن. احنا زي ما قلنا الزيت هيمشي كده اهوت، هيخش ناحية الاريا بور بتاعة السلندر اتنين، يخليها تعمل اكستنشن، والزيت اللي هنا اهوت اللي ناحية الاريا انالس في السلندر اتنين هيخرج على التانك، تمام. فمبدئيا كده ممكن نعتبر ان البي 3 هو الايه، البي تانك اللي هو كام؟ بصفر، تمام. فممكن ابدا بالمعادله بتاعه السلندر 2 بدل ما اعمل بي 1 اجيبها فانكشن في بي 2 زي المساله اللي فاتت، تمام، وبعدين ارجع اعوض فيها. ممكن ابتدي على طول من السلندر الثاني، اعمل فورس اناليسيس على البيستون بتاع السلندر الثاني، تمام. وايه تاني برضك؟ يعني طبقا لباسكالز لو برضك نفس الكلام، البي واحد هتلاقيه هو هو بيساوي البي تلاتة، لأنه زيت هيبقى محبوس جوه مسار ومفهوش لا ماس فلو ريت إن من الخارج ولا ماس فلو ريت أوت، مفيش زيت بيخرج بره الدايرة، فبالتالي أقدر أطبق عليها باسكالز لو وأقدر أقول إن البي واحد هتساوي البي تلاتة، تمام. نشوف بقى الكلام ده في الحل أهو، وين سي اتنين أند سي أربعة أر أكتويتد إز إيه؟ لا دي أر، ما علينا. المفروض إيه اللي هيحصل؟ سلندر واحد هتعمل ريتراكشن، والسلندر 2 هتعمل ايه؟ اكستنشن زي ما شفنا فوق، تمام. وقلنا نبدا بالسلندر 2 على طول عشان هي اللي فيها بي بصفر، هنشوف القوه المؤثره على السلندر 2 لما تعمل اكستنشن، لما تمشي كده اهو، تمام. يبقى هنا الناحيه دي هيبقى اتبقى لي ايه؟ البي 4 في الاريا بور 2، والناحيه دي هتبقى لي هيبقى عندي البي 3 في الاريا انيلس 2. نرجع برضك عشان ايه تبقوا متصورين، هنا البي 4 في الاريا بور 2، وهنا البي 3 في الاريا انيلس 2. والاف هتمشي ازاي؟ هتبقى اتجاهها فين؟ الفورس اتجاهها كده اهو، او مش اسف هتبقى اتجاهها كده اهو، يبقى الاف لود عكسها هتبقى اتجاهها كده اهو، يبقى الاف لود اللي هي 30 كيلو نيوتن هتبقى هي في الاتجاه ده، تمام. نفتح نبص اهو، اهو هتبقى بالمنظر ده. نعمل المعادله اللي هي الفورس اناليسيس، تمام. الاف بي 3 في الاريا انيلس ناقص البي 4 في الاريا بول 2 زائد الاف لود 2، الكلام ده هيدينا ايه؟ صفر. زي ما قلنا البي 3 هو اللي هيبقى متوصل بالتانك، يعني نعتبره بصفر، يعني نشيل الترم ده خالص، هتبقى لي ايه؟ بي 4 في الاريا بول 2 هتساوي الاف لود 2، تمام. وهنا نقدر اجيب الايه؟ البي 4، وعشان عندي باسكالز لو اقدر اطبقه ما بين بي 4 وبي 1 اهو، بي 4 وبي واحد، احنا قلنا البي البريشر بتاع الفلويد اللي هنا هيخ، او البريشر بتاع الزيت اللي هنا، الزيت من هنا هيخرج من السلندر الاولانيه هيدخل على ايه؟ ناحيه الاريا بول بتاعت السلندر الثاني، تمام. فبالتالي اقدر اقول ان البي واحد هيبقى ايه؟ هو البي 4 طبقا لباسكال زيرو، واطبق نفس المعادله الفورس اناليسيس على السلندر الاولانيه بقى، تمام. هتبقى الفورسز عندي بالمنظر ده، هتبقى بي واحد في اريا بول واحد زائد الاف لود واحد ناقص البي 2 في الاريا انيلس ايه؟ واحد، تمام. انا معايا ايه؟ انا جبت البي واحد خلاص اللي احنا قلناه هو بي 4، ومعايا الاريا بور واحد، ومعايا الاف لود واحد، بس مش معايا البي 2، بس معايا الاريا انيلس 2، تمام. هيبقى عندي كل حاجه في المعادله ما عدا ايه؟ البي 2، تمام. اعرف اجيب البي 2 ولا لا؟ اعرف اجيبها،
وهتطلع زي ما قلت لكم بالكيلو باسكال، عشان احنا حاطين الفورس ايه بالكيلو نيوتن. ممكن اقسمها على 100 واحولها ايه بار. تمام، نكمل نشوف تالت مطلوب. ذا اكستند فيلوسيتي فور بوث سيلندر اف سي 1 اند سي 4 ار اكتويتد. يعني نمسح برضك اعمل ايه ده، نمسح الكلام ده. هو عايز ايه؟ الاكستند فيلوسيتي يعني الفي اكستند بتاع السلندر الاولانيه والسلندر الثانيه لو سي 1 وسي 4 ار اكتويتد. لما سي 1 وسي 4 دول، لا احنا لسه ما جاتش في المطاريه. يبقى احنا كده هنعمل اكتويشن للسي 1 يعني البوزيشن ده، تمام، والبوزيشن بتاع السي 4. طب لما اعمل اكتويشن للبوزيشن ده واحده واحده كده، هيبقى الفلو ماشي ازاي؟ هيبقى الفلو ماشي كده اهو، اهو كأن البوزيشن ده بس جه هنا، جه من هنا اهو لهنا اهو، عملت له اكتويشن. تمام ماشي، عملنا اكتويشن للسي 1 وهنا ايه سي 4. ده يمشي كده اهو وده هيمشي كده اهو، البوزيشن ده جه هنا. تمام نشوف الدنيا هتمشي ازاي. الفلو هيجي من البمب هيدخل على السلندر الاولانيه يخليها تعمل اكستنشن، تمام، والزيت اللي هنا هيخرج من السلندر الاولانيه هيدخل على ايه السلندر الثانيه، هيدخل من انهي ناحيه؟ ناحيه الاريا بور. تمام، ناحيه الاريا بور تخليها تعمل اكستنشن بردك، والزيت اللي في ناحيه الاريا ناس هيروح على الايه، على التانك. يبقى الاثنين سلندر هيعملوا ايه؟ الاثنين مع بعض هيعملوا اكستنشن. تمام، هو عايز الفيلوسيتي بقى بتاعه الاكستنشن دي، نجيبها ازاي؟ نشوف هنجيبها ازاي. ننزل هنرجع للقوانين بتاعت سيكشن 3. تمام، اللي هي القوانين بتاعت السلندر. احنا مش كان عندي قانون بتاع الفي اكستنشن كان هتساوي ايه؟ كان هتساوي كيو. القانون كان بيقول الفي اكستنشن هتساوي كيو اي او كيو ناحيه الاريا بور على الاريا بور. هو لو هجيبه بالكيو او كميه الفلو اللي ناحيه الاريا انلز، تمام، اللي احنا سميناها ايه كيو سمول اي على الاريا بتاعتها اللي هي اريا ايه انلز. تمام، فبالتالي انا عندي الكيو اللي داخله الناحيه دي كيو كابيتال اي على الاريا بور هتساوي ايه الكيو اللي عند الاريا انلس على الاريا ايه انلس اللي هي الاريا بتاعت البور ناقص الاريا بتاعت الروت. تمام، وكذلك الريتراكشن. بس خلينا ايه ماشيين واحده واحده، احنا عايزين دلوقتي الفي اكستنشن بتاع اول ايه بتاع اول سلندر. نبص معانا اول سلندر هنا الفي اكستنشن هتبقى جايه منين؟ الفي اكستنشن طبعا زي ما قلنا هتساوي كيو على اريا، فلوريت على اريا. طيب الكيو اللي داخله ناحيه الاريا بور هنا اللي هي ايه؟ اللي هي الكيو اللي جايه من البامب اللي هي كام؟ 30 لتر بير مينت. تمام، فاحنا ممكن نسميها كيو واحد اللي كانها يعني ايه بتاعت يعني احنا كنا مسمينها اصلا في الاول سوري كيو واحد. تمام، اللي هي اللي كميه الفلو اللي بتخش على ناحيه الاريا بيستون بتاعت السلندر الاولانيه، سميناها كيو كابيتال واحد عشان ناحيه الاريا ايه بيستون على الاريا بتاعتها اللي هي باي على 4 دي بيستون واحد سكوير. تمام، انا معايا كيو واحد ومعايا دي بيستون واحد. تمام كده جبت الايه، كده جبت الفي اكستنشن بتاعت السلندر الاولانيه. طيب هو قال لنا في المساله لما سي 1 وسي 4 يعني زي ما قلنا كده اهوت هيبقى البوزيشن ده هو اللي ان اكشن. طيب دلوقتي احنا عايزين ايه؟ نجيب الفي اكستنشن بتاعت السلندر الثاني هتساوي ايه؟ هتساوي كيو 4 على الاريا ايه؟ كيو 4 على الاريا بور 2. يعني الفي اكستنشن 2 هتساوي كيو 4 على اريا بور 2. تمام، بس انا مش عندي الكيو 4 دي. تمام، انا مش عندي الكيو 4، انا عندي الكيو اللي جايه من البمب بس. طيب نتصرف ازاي؟ هنعوض في القوانين دي، في القوانين اللي احنا خدناها في سيكشن رقم 3. تمام، احنا خلاص قلنا الكيو على اريا بور هتساوي كيو كابيتال على اريا بور هتساوي كيو سمول على اريا انيوس. تمام، وجبنا احنا قلنا جبنا الفي اكستنشن بتاع اول سلندر ما فيهاش مشاكل. الفكره في الثانيه انا عايز اجيب الكيو 4، يبقى هقعد اطبق القوانين دي عشان اربط الكيوهات دي ببعض كيو 2 وكيو 3 والكيو 4 عشان ايه اعرف اجيب الكيو 4. تمام، خلينا في بتاعت السلندر الاولانيه الفي اكستنشن احنا قلنا كانت بتساوي ايه كيو على الاريا بور بتاعت السلندر الاولاني.
طب مش هي هتساوي كيو 2 على الاريا انيولس بتاعت السلندر الاولاني برضك اهو طبقا للقانون ده، تمام؟ فانا كده معايا كيو 1 اللي هي الكيو اللي جايه من البامبو، ومعايا اريا بور 1 ومعايا الاريا انيولس 1، مش هعرف اجيب الكيو 2؟ اعرف. جبت كده الايه كيو 2، تمام؟ كده جبت الكيو 2، كده معايا كيو 2. طيب انا دلوقتي معايا الكيو 2، طب ما كم الكيو 2 هي الكيو 4، الفلو اللي خارج من السلندر دي هو اللي دخل على السلندر دي، تمام؟ فبالتالي كده انا معايا الكيو 2 هو الكيو 4، فانا كده جبت الايه الكيو 4. طب انا دلوقتي معايا الكيو 4 ومعايا الاريا بيسم بتاعت السلندر 2، مش هعرف اجيب الفي اكستنشن بتاعت السلندر الثانيه؟ اللي احنا قلنا كيو 4 على اريا بور 2 او اريا بيستون 2 اللي هي باي على 4 دي بيستون او دي بور سكوير، تمام؟ كده جبت الايه الفي اكستنشن 2 بتاعت السلندر الثاني، تمام؟ ممكن اعمل اساوي نفس القانون ده عشان اجيب الايه الكيو 3، عشان لو لو احتاجناها مثلا في حاجه تانية. القانون بيقول ايه اللي هو بتاع تاني محاضره بتاع تاني سيكشن، اسف، كان بيقول الفي ريتراكشن هتساوي كيو ار اللي هي كيو كابيتال من ناحيه ايه الاريا بيستون على الاريا بيستون، هتساوي كيو سمول ار اللي على الاريا انولس، اللي هو نفس القانون بتاع الاكستنشن، تمام؟ يعني هو الفكره الكيو على ناحيه الاريا بيستون على الاريا بيستون هتساوي الكيو ناحيه الاريا انولس على الاريا انولس في اي حاجه، تمام؟ فانا معايا، فانا دلوقتي خلاص جبت الكيو 4 ومعايا الاريا بيستون بتاعت السلندر 2 اهو، جبت الكيو 4 ومعايا الاريا بيستون بتاعت السلندر 2 ومعايا الاريا انالست بتاعت السلندر 2 برضك، معايا الدي بور والدي رود، يبقى معايا الدي معايا الاريا انالست كام، تمام؟ يبقى كده عندي ايه المعادله اللي ما عنديش فيها حاجه مجهوله غير الكيو 3، جبت الكيو 3 بس هو ما كانش طالبها في المساله، تمام؟ تمام كده جبنا المطلوب ده. عايز the time of extension for both cylinders if C1 and C4 are A activated. طيب انا دلوقتي بقول لك C1 وال C4 اللي هو نفس البوزيشن ده هو، عايز التايم بتاع الاكستنشن بتاع السلندر الاولاني والتايم بتاع الاكستنشن بتاع ايه بتاع السلندر الثاني. طيب حلو الكلام ده، نرجع كده، هو مدينا ايه في المساله؟ مديني الاستروك، مديني الاستروك بتاع السلندر الاولاني والاستروك بتاع السلندر الثاني. طيب ما التايم هتساوي ايه؟ هتساوي الاستروك على الفي اكستنشن بتاعت السرعه الاولانيه بتاعت السلندر الاولانيه، تمام؟ يبقى التايم بتاع الاكستنشن بتاعت السلندر الاولانيه هتساوي الاستروك بتاع السلندر الاولانيه على الفي اكستنشن بتاع الايه السلندر الاولانيه، تمام؟ هيديني 392.78 سكند، ونفس الكلام اللي عملته في السلندر الاولاني هعمله في السلندر الثانيه، تي اكستنشن 2 هتساوي الاستروك بتاع السلندر الثانيه اللي هو جيفن في المساله على الفي اكستنشن 2 اللي هي سرعه الاكستنشن بتاع السلندر الثانيه اللي انا جبتها منين؟ اللي انا لسه جايبها من فوق اللي هي كيو 4 على اريا بور 2، تمام؟ هتدي لي 538.72 سكند، تمام كده يا رجاله؟ في مساله شبه دي في الشيت اللي هي مساله رقم كام؟ مساله رقم 19، 19 و20، 19 و20 الاثنين كانهم مساله واحده، يعتبروا مساله واحده. نبص عليهم برضو كده. بتقول ايه مساله رقم 19؟ For a system shown for the extension strokes of cylinder. تمام؟ يعني التو سلندرز دول هيعملوا ايه اكستنشن؟ اول حاجه بس قبل ما نتكلم، التو سلندرز دول متوصلين ايه بارلل ولا سيريز؟ سيريز. ليه؟ لان الفلو بيخرج من سلندر ويخرج على الثانيه. يخرج يدخل على الثانيه يحركها وبعدين يروح راجع ايه على التانك، يعني الكيو ثابت، تمام؟ فلو بيدخل على سلندر يخرج منها يدخل على الثانيه، مش الفلو بيتقسم زي ما شفنا شكل البارل في اول الفيديو، تمام؟ فهو بيقول لك فور ذا سيستم شون فور اكستنشن ستروك اوف تو سلندر، يعني التو سلندرز هيعملوا اكستنشن. وات بامب بريشر، عايز البي بتاعت البامب، تمام؟ is required if the cylinder loads are 22000 نيوتن، يعني ال F1 هتبقى ايه؟ او ال F load 1 هتساوي 22000 نيوتن each، بيقول لك ال F1 هتساوي، يبقى كده هيقول لك ال F1 هتساوي ال F2 هتساوي 22000 نيوتن او 22 كيلو نيوتن، and cylinder 1 has a piston area of 65 سنتيمتر ايه سكوير، تمام؟ يعني البيستون اريا بتاعت السلندر 1
بيستون ايريا بتاعت السلندر واحد هتساوي ايه؟ 65 سنتيمتر سكوير، تمام، اللي هو الاريا بيستون واحد. نكمل نكمل عشان في لسه معطيات في اللي هو ايه، في المطلوب رقم في اللي هو المسألة رقم 20 فيها معطيات هنستخدمها في مطلوب رقم 1. بيقول لك ريبيت بروبلم 19 فور ذا ريتراكشن ستروك، يعني بيقول لك عيد المسألة اللي فاتت دي بس لما التو سلندرز يعملوا ريتراكشن، تمام. بيقول لك لود بولت ذا رايت، اتجاه الفرس بس هو اللي هيتغير. ذا بيستون اند رود اريا اوف سلندر 2، هم دي المعلومات، انا عايز البيستون والرود اريا، يعني كده معايا الاريا بيستون 2 ومعايا ايه الاريا رود 2، ومعايا من المطلوب الاول الاريا بيستون ايه 1، تمام. تمام انا كده معايا كل حاجة هقدر اجيب بيها ايه المطلوب الاول اللي هي اللي هو البي ايه اللي هو بي 1، تمام. طب عشان اعمل اكستنشن انهي بوزيشن اللي لازم اعمل له اكتويشن؟ اكيد البوزيشن ده، تمام. اهو لما البوزيشن ده اعمل له اكتويشن هيبقى هو ينوت الفلو، هيجي من البمب هيدخل على اول سلندر، يخرج ناحيه الاريا انالس، يدخل على السلندر الثانيه يخرج ويرجع فين؟ على التانك، تمام. هو ده اللي هيخليني اعمل اكستنشن للتو سلندر، تمام. بعد كده بقى اعمل ايه؟ اول حاجه في المسائل اللي هي بتاعت السيريز او البارلل بنعمل دايما فورس اناليسيس على ايه؟ على البيستون بتاع كل واحده، تمام. يعني عندنا مثلا ده نعتبر ان ده البيستون بتاع السلندر 2، ايه الفورسز اللي عندي؟ عندي اول حاجه بي 2 في اريا بيستون 2، تمام. دي القوه الوحيده اللي الناحيه دي، اللي القوه الناحيه الثانيه بي 3 في اريا رود 2، بي 3 في اريا رود 2، تمام. وفي الاف لود، تمام. الاف لود بتاكت فين؟ هو جايب لك اساسا الدايركشن بتاعها كده اهو، دي بكام؟ 22 كيلو نيوتن. ولو ما جابلكش احنا قلنا بتبقى عكس الحركه، السلندر بتعمل اكستنشن يعني بتمشي من الشمال لليمين كده اهو، يبقى الاف يبقى الاف لود ايه عكسها، تمام. دي الفورسز اللي على السلندر 2. البي 3 مش متوصله على طول بالتانك، يعني ممكن نعتبر البي 3 كام؟ بصفر، يعني الترم ده ممكن نلغيه خالص في الحاله دي بتاعت السلندر 2، تمام. هيتبقى لي كده البي 2 في الاريا بيستون 2 والاف لود، تمام. انا مش معايا الاريا بيستون 2 ولا معايا؟ لا معايا، هو مديها لك في المساله هاز ا بيستون اريا اوف 65 سنتيمتر ايه سكوير. لا ثاني، ده دي بتاعت ده دي الاريا بيستون 1 بتاعت السلندر الاولانيه، الاريا بيستون 2 مديها لي في المطلوب رقم 20 اهي اللي هي 50 سنتيمتر سكوير، يعني كده معايا الايه الاريا بيستون 2، تمام. واحنا قلنا خلاص نعتبر الترم ده بصفر ومعانا الاف لود هنا، يبقى انا كده عرفت اجيب البي 2، البي 2 في الحاله دي، تمام. اعمل نفس الكلام فورس اناليسيس بقى بس على ايه؟ بس على السلندر واحد. نعمل نجيب السلندر واحد اهي، نعملها انضف شويه، ايه الفورسز اللي بتأثر على السلندر واحد من هنا اهو، نعمل نكمل بس بقية البستون رود من هنا اهو. عندي البي واحد في الاريا بستون واحد، الناحية دي عندي بي اتنين في الاريا مسمينها مثلا اريا، ممكن دي نسميها ايه ار واحد، بس انا خلي بالكم الاريا رود، هو الاريا رود دي اللي هي قصده بيها الاريا بتاعت الرود، تمام، مش الاريا انالس، تمام. فاحنا ممكن بدل الاريا رود دي عشان ما نتلخبطش نكتبها اريا انالس واحد، اللي هي بتساوي الاريا بيستون واحد ناقص الاريا رود واحد، يبقى اريا انالس واحد. وهنا برضك انا ما خدتش بالي منها سوري، دي برضك مش هتبقى ايه ار اتنين، دي هتبقى اريا انالس اتنين، اللي هي هتساوي الاريا بيستون 2 ناقص الاريا رود 2، اريا انالس 2، تمام. ما علينا،
هي دي احنا قلنا اريا انالس واحد، بي 2 في الايه؟ في الاريا انالس واحد. تمام؟ القوة التانية الاف واحد، الاف واحد برضك بتاكت عكس الحركة كده اهو، الاف واحد اللي هي بتساوي اف 2 اللي هي هتساوي 22 ايه كيلو نيوتن، يعني الاف واحد دي معايا والبي 2 هي ثابتة اهو، حتى هو كاتب لك بي 2 وبي 2 على طول، يعني البي 2 ثابتة. تمام؟ الاريا انالس بتاعت واحد مش معايا، لان مش معايا البيستون رود او الاريا بتاعت الايه؟ بتاعت البيستون رود بتاعت واحد. تمام؟ فبالتالي انا هجيب البي واحد كفانكشن في الاريا رود واحد، كفانكشن في الايه؟ في الاريا رود واحد. انا هيبقى معايا الاريا بيستون واحد. تمام؟ الاريا انالز زي ما انتوا عارفين هي بتساوي الاريا بيستون هيد او الاريا بور ناقص الاريا بتاعت الرود. تمام؟ فانا معايا الاريا بيستون واحد بس مش معايا الاريا رود واحد، فالمعادله اللي هتجيلي هتبقى ايه؟ فانكشن في او المعادله اللي هطلعها للبي واحد هتبقى فانكشن في الاريا رود واحد، لانه هو مش معطف عندي في المساله، انا معايا الايه؟ الاريا بيستون واحد. تمام؟ معايا كل حاجه ما عدا البي واحد والاريا رود واحد، فعندي البي واحد هتطلع فانكشن في الايه؟ في الاريا رد واحد. تمام؟ تمام. بس نفس الكلام هنعمله في مطلوب رقم 20 بس للريتراكشن ستروك، يعني كل اللي هيتغير اتجاه الفرس ده بس هيبقى ايه؟ اليمين. وهنعمل نفس الفرس اناليسيز وهنجيب ايه؟ هنساوي نعمل هنساوي المعادلات ببعض، معادلات القوة هنعملها وهتطلع لي برضك الايه؟ هو عايز ايه في المطلوب رقم 20؟ هو عايز نفس المطلوب بتاع المسألة رقم 19، يعني برضك عايز الايه؟ الاريا بيستون واحد، او سوري مش الاريا بيستون، هو عايز البي واحد، عايز البي واحد. تمام؟ تمام. وبرضك هيطلع لي كفانكشن في الايه؟ في الاريا رود واحد، لانها مش معايا، مش معطاه عندي في المسألة. تمام؟ بس خلي بالكوا بقى عشان تعمل ريتراكشن، عشان نعمل ريتراكشن انهي بوزيشن اللي هيبقى ايه معمول له اكتويشن؟ تاني بوزيشن اهو، لما تاني بوزيشن ده هو اللي بيبقى معمول له اكتويشن، الفلويد هيجي من هنا اهوت هيدخل على السلندر 2 يخليها تعمل ريتراكشن. تمام؟ والايه هي السلندر الفلو هيخرج من السلندر 2 هيدخل على سلندر 1 يخليها تعمل ريتراكشن، وبعدين تروح راجعه ايه على التانك. فبالتالي البي 1 ساعتها هتساوي ايه؟ هتساوي البي تانك اللي هو بصفر. تمام؟ تمام. البي 2 بقى هو اللي ممكن نجيب ايه قيمتها. بس هي دي فكره المساله ايه رقم 19، هي نفس فكره المساله بتاعت المحاضره بس ايه اسهل، يعني هو مش طالب منك مطاليب كتير زي المساله اللي في المحاضره، فانت لو فهمت المساله بتاعت المحاضره هتعرف تحل دي بسهوله. تمام؟ ندخل في تاني مساله في المحاضره، دي اسهل شويه. المسألة دي خلي بالكوا فيها بايلوت اوبريتد تشيك فالف اللي احنا شرحناه. تمام؟ نمشي بس ايه مع المسألة واحدة واحدة ونشوف ايه المعطيات اللي معانا. For the circuit used in the shown figure, if C1 is actuated, C1 انهي اللي هو انهي بوزيشن؟ اللي هو ده. تمام؟ يعني البوزيشن ده هو اللي معمول له اكتويشن، يعني الفلو هيجي من البمب هيدخل على اللي تشيك فالف يعدي يروح عامل ريتراكشن للسلندر او يرفع للسلندر. تمام؟ والفلو اللي هنا اهوت هيمشي كده اهو، هيمشي هيخرج من السلندر. تمام؟ وهيمشي ازاي؟ هيروح راجع للتانك. تمام؟ تمام. بس احنا كده عرفنا البوزيشن ايه اللي معمول له اكتويشن. ايه بقى المعطيات اللي عندي؟ مديني البامب من النوع اللي هو الاكسترنال جير بامب. تمام؟ مديني الدي ادندم اللي هو الخارجي، دي ادندم 120 مللي. تمام؟ دي ديدندم اللي هي 80 مللي. التو سويتس مديني الويتس. تمام؟ معايا الان اللي هو الشافت سبيد، معايا الايتا فوليومتريك، معايا الايه الايتا ميكانيك. تمام؟ دي المعطيات دي بتاعت البامب. طب السلندر مديني ايه؟ مديني ال مديني ال الدي بور. تمام؟ والدي رود القطر بتاع الرود، والستروك بتاعها اللي هو 100 ملم، ومديني الاف لود بكام؟ ب 3 طن، بس هضربها طبعا في 9.8 لان الرود ايه؟ راسي. تمام؟ واحدة واحدة كده نشوف ايه المعلم عايز مننا ايه. اول مطلوب عندي عايز البامب فلو ريت، البامب فلو ريت اللي هو ايه؟ كيو اكشن. طيب انا اللي هو مديها لي دي اكسترنال جيت بامب مش كده؟
مش انا معايا القانون بتاع الديسبليسمنت بتاع الاكسترنال جيت بامب اللي هو بتساوي باي على 4 دي ادندم سكوير ناقص الدي ادندم سكوير في الويتس، تمام؟ ده الديسبليسمنت بتاع الاكسترنال جيت بامب، وانا معايا كله، معايا الدي ادندم والدي ادندم والويتس، يبقى انا كده جبت الايه الديسبليسمنت بتاعت الاكسترنال جير بامب، وعوضنا عن الاطوال بالمتر، يبقى الديسبليسمنت هتطلع معايا ايه بالمتر كيوب بالريفوليوشن، تمام؟ لو كنت عوضتها بالسنتيمتر كانت هتطلع لي سنتيمتر كيوب بالريفوليوشن، تمام؟ طيب انا دلوقتي معايا الديسبليسمنت، مش عارف اجيب منها كيو ثيوريتيكال، انا معايا الان، معايا الان ومعايا الديسبليسمنت، مش معايا كيو ثيوريتيكال هتساوي الديسبليسمنت في الان، تمام؟ الديسبليسمنت عندي متر كيوب بالريفوليوشن، والان ايه ريفوليوشن بير مينيت، تمام؟ هحول بس ريفوليوشن بير مينيت دي لريفوليوشن بير سكند عشان اطلع كيو ثيوريتيكال بمتر كيوب بير سكند، تمام؟ كده جبت الكيو ثيوريتيكال، معايا الايتا فوليومتريك، الايتا فوليومتريك بتاعت البامب كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي كيو اكشن على الكيو ثيوريتيكال، تمام؟ معايا الكيو اكشن، معايا اسف الكيو ثيوريتيكال لسه مطلعه، ومعايا الايتا فوليومتريك، يبقى اعرف اجيب ايه الكيو اكشوال بتاعت البامب، تمام؟ هتطلع متر كيوب بير سكند، اضرب فوق في 1000 وفي 60 عشان احول من سكند ايه لمنت، تمام؟ نكمل نشوف المطلوب الثاني، فلو ريت تو ذا تانك، فلو ريت تو ذا تانك يعني عايز الفلو اللي ايه راجع للتانك، يعني الانهي فلو في الحاله دي اللي هو هيبقى كيو كابيتال واحد، مش كيو كابيتال واحد احنا قلنا هيمشي كده اهوت ويروح راجع للتانك لما البوزيشن السي واحد ده يبقى معمول له اكتيفيشن، يبقى هو عايز الايه الكيو واحد، تمام؟ طب انا اجيبها ازاي؟ برضك من القانون اللي احنا خدناه في المحاضره الثالثه بتاعت اللينير سيلندر، كان القانون بيقول ايه؟ كان عندي الفي الحاله دي هتبقى في ريتراكشن بقى ولا في اكستنشن؟ لا السلندر بتعمل ريتراكشن، يبقى في ريتراكشن، الفي ريتراكشن هتساوي كيو سمول 2 على الاريا انيلس، يا اما هتساوي كيو 1 على الاريا ايه بيستون، تمام؟ تمام اهو، هتساوي كيو 1 على الاريا بور او الاريا بيستون، هتساوي كيو 2 على الاريا انيلس، تمام؟ طيب احنا دلوقتي الكيو 2 دي كيو ناحيه الاريا انيلس اللي هي دي، مش هي الكيو اللي جايه من البمب، الفلو هيمشي من البمب هيدخل على التشيك فالف هيعدي عادي، احنا قلنا بيعدي من اتجاه راس المثلث للكور، ده الاتجاه الطبيعي اللي بيسمح بيه الفلو، تمام؟ وهيخش على ناحيه الاريا انالس، فبالتالي الكيو 2 دي هتبقى عندي هي الكيو بمب، والكيو 1 هي تبقى الكيو اللي رايح على ايه؟ التانك، تمام؟ طب عشان انا جبت الكيو اكشوال او كيو بمب بتاعت البمب، معايا الكيو اكشوال في الحاله دي احنا قلنا هتساوي ايه كيو 2، تمام؟ اعوض في المعادله دي، اعوض في المعادله دي، تمام؟ بالكيو 2 اللي هي كيو بامب على الاريا انس اللي هي باي على 4 دي بور سكوير ناقص دي رود سكوير، وهنا الاريا بول اللي هي باي على 4 دي بور سكوير، هعرف اجيب الكيو 1 اللي هي ايه رايحه على التانك، تمام؟ هتطلع لي متر كيوب بير سكند، تمام؟ ليه؟ لان معوض عن هنا اهو بالكيوب متر كيوب بير سكند، اهو احنا جبنا الكيوب فين؟ كيوب متر كيوب بير سكند، عوضنا عنها في المعادله عشان ايه معايا سرعات فلازم نحولها ايه لمتر كيوب بير سكند، تمام؟ بعد ما جبتها بالمتر كيوب بير سكند اقدر احولها لليتر بير مينت عادي، اضرب في 1000 في 60، تمام؟ كده اول مطلوبين معانا، بريشر جيج ريدنج بي 1. طيب البي 1 ده لما بنكون عاوز نجيب بيهات على السلندر كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل فورس اناليسيس على البيستون، تمام؟ ادي البيستون هنعمل له فورس اناليسيس، الناحيه دي هيبقى عندي البي هو واخد له جيج بريشر بي اكس، او واخد له جهاز بيقيس البريشر، والبريشر عند الجهاز ده بيسميه بي اكس، فبالتالي البريشر هنا هو البي اكس، تمام؟ يعني الفورسز اللي بتاثر بي اكس في الاريا بيستون كده اهوت، والبي البي بتاعت ايه؟ البي ممكن نعتبرها اللي هي البي الواحد، تمام؟ البي واحد هي ايه؟ ما هو عاوز اصلا البي واحد، البي واحد، تمام؟ في الاريا انيلس، ومعانا الفورس دي اللي هي ايه؟ اللي هي الاف لود، دي كده القوة اللي بتأثر على البيستون، تمام؟ والبيستون طالع لفوق، تمام يا رجالة؟ البيستون طالع لفوق عشان بيعمل ريتراكشن، عشان فلو بيجي من البامب بيدخل ناحية الاريا انالس بيعمل ايه؟ ريتراكتنج للسلندر أو بيرفعها، تمام؟ تمام، فأنا كده معايا القوة اللي بتأثر على البيستون، تمام؟ هنعمل فورس بالانس على البيستون، تمام؟ الفورس بالانس على البيستون بيقول ايه؟ الناحيه دي بي اكس في الاريا بور ناقص البي 2 في الاريا انالس زائد ايه؟ زائد الاف
لود، عشان الاف لود في نفس اتجاه البي اكس، تمام؟ كل ده هتساوي ايه؟ صفر، تمام؟ احنا سمينا البريشر عند الجزء ده سميناه ايه؟ بي 2، تمام؟ عشان هنحتاجه في المطلوب اللي بعد كده. فبالتالي احنا في الحاله الاولانيه البي 2 هيبقى عندي بتساوي البي 1 اهو، البي 1 هو البي 2 اللي في الخط ده. فكده البي بتاع الجيج بريشر اللي هو البي 1 هيبقى هو البي في الخط ده اللي هو ايه؟ بي 2، تمام؟ طيب والبي اكس هيبقى هو البي تانك، لان البي اكس اللي هو الجيج بريشر بتاع البي اكس هتلاقيه متوصل على طول على التانك، فالبي اكس هيبقى بيتساوي البي تانك، هتساوي ايه؟ صفر. فبالتالي ممكن اشيل الترم ده من المعادله، هيتبقى لي البي 2 في الاريا انالس زائد الاف لود. الاف لود اللي احنا قلنا بكام؟ 3000، اللي هو كان 3 طن، يعني 3000 كيلو في 9.8، يعني كده الفورس دي بالايه؟ بالنيوتن. يبقى البريشر اللي عندي هيطلع لي بالايه؟ بالباسكال، تمام؟ احنا قلنا البي 2 هي البي 1، تمام؟ البي 2 هيبقى هو البي 1، من هنا اقدر اطلع البي 2 عادي اللي هي البي 1 هتطلع لي برضك بالباسكال، عشان الفورس اللي انا حطيتها بالباسكال، تمام؟ واقدر اضربها في 10 اس صاريخ 5، جبتها بالبار. كده ايه؟ جبنا اول 3 مطاريق. مطلوب رقم بي بقى مهم جدا، تمام؟ اف سي 2 از اكتويتد، يعني دلوقتي انا عندي عملنا اكتويشن للسي 2، خلاص ما بقاش السي 1 بقى، لا السي 2، السي 2 هو اللي معمول له اكتويشن. معناه ايه؟ معناه الفلو هيجي من البامب بيدخل على البستون ناحيه يعني بيخش على السلندر ناحيه البستون، تمام؟ والفلو اللي هنا هيرجع للتشيك فالف، بس مش هيعدي، في شرط. كان شرط ايه؟ فاكرين ان احنا قلناه؟ ان البي 2 لازم تكون قد 4 من البي اكس عشان يعدي ويرجع لايه؟ للتانك، تمام؟ تمام، هو ده الشرط اللي بيفتح الايه؟ البايلوت اوبريتد تشيك فالف، تمام؟ فاحنا هنعمل ايه؟ هو بيقول لك لو احنا عملنا اكتويشن للسي 2 عايز البريشر ريدنج قد بي اكس، عايز البي اكس، البي اكس بقد ايه؟ تمام؟ طيب هو مش بيبقى عايز بريشر، يبقى برضك نعمل فورس اناليسيس على البستون، تمام؟ هنعمل فورس اناليسيس على البستون اللي عندنا عادي اهو، تمام؟ بس كل الاختلاف هيبقى الدايركشن بتاع الحركه، ان هي نفس الفرصه اناليسيس في حاله الريتراكشن، بس الاتجاه بتاع الحركه ايه؟ مختلف، تمام؟ فهنعمل الفورس بالانس، هيدينا البي اكس في الاريا بور ناقص البي 2 في الاريا اناليس، اهو البي 2 في الاريا اناليس اللي هي البريشر ناحيه الايه؟ الاريا اناليس، احنا سمينا البريشر في الخط ده اللي هو بي 2، بي 2 في الاريا اناليس زائد الايه؟ الاف لو، هيدينا ايه؟ كل ده بصفر، تمام؟ كده محصلة القوة بصفر. احنا قلنا عشان البايلوت اوبريتد تشيك فالف ده يفتح الكورة دي يزحزحها كده شوية ويخلي الفلو اللي هنا هوت يرجع للتانك، لازم يبقى البريشر في الخط ده قد ايه؟ قد 4 من البي اكس، تمام؟ عشان كده قلنا ده بنستخدمه ايه؟ كسيفتي، ولازم نستخدمه عشان السلندر ما تروحش ايه؟ نازلة بشكل مفاجئ، ممكن اصلا تكسر البيستون او ممكن تصيب حد لا قدر الله. فعشان كده بنستخدم البايلوت اوبريتد تشيك فالف. وكنا ليه اسم تاني برضو اللي هو كان انتي دريفتنج، كان بنسميه انتي دريفتنج فالف، تمام؟ هو البايلوت اوبريتد تشيك فالف. ما علينا، فاحنا دلوقتي بعد ما عملنا فورس اناليسيز انا مش معايا لا البي اكس ولا معايا البي 2، بس عندي شرط ان البي 2 لازم يكون بتساوي قد ايه؟ 4 من البي اكس عشان التشيك فالف ده يفتح والفلو يرجع التانك، تمام؟ فانا هعوض البي 2 بتساوي 4 بي اكس، هعوضها في معادله الايه اللي احنا عملناها بتاعه الفورس بالانس، فهيبقى كده عندي معادله كامله ما فيهاش مجهول غير البي اكس فقط، تمام؟ فبالتالي اعرف اجيب البي اكس، جبت البي اكس اعرف اجيب البي 2 اللي هو بتساوي 4 من البي اكس، بس هو في المساله اصلا كان عايز البي اكس، تمام يا رجاله؟ تمام. في مطلوب احنا نسيناه بتاع التورك، هو عايز البامب درايفنج تورك بالكيلو نيوتن دوت متر، تمام؟ ماشي، احنا معانا ايه؟ احنا في ايتا ميكانيكال ما استخدمناهاش. هو الايتا ميكانيكال دي هو طالما ما اتكلمش على الهيدروليك افشنسي، فبالتالي ممكن اعتبر الايتا ميكانيكال دي هي الايتا هيدرو ميكانيكال. كانت بتساوي ايه الايتا هيدرو ميكانيكال؟ كانت بتساوي دلتا بي او البريشر بتاع البامب في الكيو ثيوريتيكال على الشافت باور اللي هو ايه؟ تورك في اوميجا، تمام؟
تمام انا معايا البي واحد، خلي بالكوا احنا ايه لسه في المطلوب الاول لما كنا عاملين اكتويشن للسي واحد، تمام. فانا جبت ايه البي واحد، جبت البي واحد اهو، تمام. وبعد كده وكنت جايب قبلها اسف الكيو ثيوريتيكال، يعني معايا البي واحد والكيو ثيوريتيكال والاوميجا اللي هي 2 باي ان على 60، انا كده كده معايا الار بي ام، مش هيبقى عندي مجهول في المعادله غير التورك، تمام. ومعايا طبعا ايتا ميكانيكال هو مديان ب 0.92، التورك هيطلع ب 6000 6892 دوت 535 نيوتن دوت متر. هو عايزها بالكيلو نيوتن دوت متر، اقسمها على ايه؟ اقسمها على 1000 وزودوها انتوا بقى، عشان انا ايه ما عملتهاش، ما قسمتش على 1000، تمام. يا رب تكون الدنيا كده وضحت، ولو في حد مش فاهم حاجة برضو انا معاكم على الجروب. يلا السلام عليكم.